الفاضحة 68. الانقلاب الجديد في تركيا. تركيا العدالة والتنمية. وخلال عقد ونصف تصدرت المرتبة 13 بين اقتصادات العالم، لكن القصة لم تنتهي بعد. 2023 عام تتأهب فيه تركيا لتثب وثبتها الحقيقية، حيث تنتهي فيه قيود اتفاقية لوزان الجائرة، وبعدها سيكون بإمكان تركيا التنقيب عن النفط والتحكم بالمضائق الدولية، خطوات ستغير الخارطة الجيوسياسية للمنطقة بأكملها، وهو أمر لا يروق للبعض، وعلى رأسهم محور الشر المتمثل بشيطان العرب ابن زايد ودب سلمان الداشر، لأن مصالحهما ستصبح على المحك، فما كان منهما إلا الشروع برسم الخطط والمكائد للإيقاع بتركيا. فكان الانقلاب الأول في تموز سنة 2016، حيث دعمت الإمارات ومولت انقلابا عسكريا فاشلا كاد أن يودي بمشروع تركيا الإصلاحي، لكن الشعب التركي كان أقوى من المؤامرة. ومع بداية الأزمة الخليجية ووقوف تركيا إلى جانب دولة قطر المحاصرة، كاد الغيظ أن يفجر عروق ابني زايد وسلمان، ومما زاد الطين بلة وقوف تركيا حجر عثرة في طريق تهويد القدس، حيث بدأت بوضع العصي في عجلة صفقة القرن السعية لتصفية القضية الفلسطينية، وانتهى الأمر بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة. اجتمعت شياطين الإنس وبدأت تخطيط لانقلاب جديد في تركيا، ولكن هذه المرة بعيدا عن العسكرة وبأصوات الأتراك أنفسهم. حزيران 2018 موعد الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير تركيا لنصف قرن من الزمن، كما وصفها الرئيس أردوغان والذي يعتبر أول المرشحين. فما كان من الإمارات وبدعم سعودي إلا أن بدأت بانقلاب اقتصادي يسعى لضرب الليرة التركية قبيل الانتخابات، مما سيلوي أصوات الأتراك عن صندوق أردوغان في خطة خبيثة اشتركت فيها أطراف عربية ودولية اجتمعت في جزيرة قبرص مطلع مايو أيار الجاري. كان على رأسهم ضباط إماراتيون ورجال أعمال إسرائيليون وبعض الشخصيات السعودية والروسية بتنسيق من عراب الانقلابات محمد دحلان. وتقضي خطتهم بالآتي: أولاً أن تضخ الإمارات والسعودية أموالاً هائلة لضرب سعر الليرة التركية. ثانياً التلاعب بقيمة أسهم بنوك تركيا الدولية. ثالثاً تحريك الإعلام الإماراتي لتشويه صورة تركيا وثني الناس عن زيارتها بهدف ضرب الموسم السياحي الذي يعتبر مورداً مهماً للاقتصاد التركي. وبالفعل بدأ الأطراف بتنفيذ مخططهم، حيث قامت الإمارات بشراء دينيز بانك خامس أكبر بنوك تركيا المملوكة أسهمه لسايبر بانك الروسي، كما أطلقت الإمارات إعلاميها وذبابها الإلكتروني للترويج ضد السياحة التركية والتحذير من السفر إليها. انقلاب اقتصادي يسعى فيه الحلفاء للإطاحة بتركيا ورد الاعتبار لنتنياهو وإسرائيل استكمالاً لصفقاتهم المشبوهة التي يقدمون من خلالها القرابين بين أيدي أسيادهم في تل أبيب، لكن الشعب التركي سيقول كلمته كما قالها أمام طائرات ودبابات انقلاب تموز الفاشل.